بتحبونا اكيد على المعلومة تحيونا. أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان ليكونوا الناس بالقسط، وأنزل حديد فيه بأس جديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب، ثم قفنا على آثارهم برسلنا وقفنا بعيسى بن مريم. قول ماذا قول ربك؟ قال الحق وهو العالي الكبير. قال من رزق آتيناه الإنجيل. صدق الله العظيم سورة خلصت الجزء الرابع. صدق الله العظيم. إيش مازل إيش خلصتي بسرعة؟ كيف صرت مخلصة أربع أجزاء أو خمس أجزاء؟ شو القراءة مش عارف أقرأ مني. مش هيك القرآن بتقن وشوي شوي بتأني وتدبر الآيات وفهمها. خلص رمضان ده ألحق أخلص القرآن. بدي أختم القرآن أكثر من مرة، كثير تأخرت ورمضان بيخلص بسرعة. أنا مستحيل أقرأ زيك عشان أختم بسرعة. أنا بضلي patient. أنا مهم أفهم الكلمات اللي بقرأهم وأتقنهم عشان بعدين أراجعهم، مش مثل هيك. مزبوط كلامك يا سوار، يسلم تمك يا ستة، ما شاء الله عنك. هذا الصح يا ماس، اسمع كلام اختك يا ستة. ستة انا قرأت بسرعة عشان اخلص تلحق اختم القرآن. ما سمت يا ستة، انت فهمت شو تفسير القرآن وانت تذكر فيه؟ فهمت شو بحكين الآيات والسور يا ستة؟ عن وين بتحكين الآيات؟ ولا بس تبتكر مثل الجريرة هيك يعني؟ فهمي القرآن يا ستي، ما تركزي فيه. لا يا ستي أنا ما فهمت شو الآيات بتحكي، بس بدي أخلص بسرعة قبل بيخلص رمضان. لا يا ماسة، هذا قراءتك مش صحيحة. المفروض تقرأ القرآن بالتدبر وتركز عليه وتفهم معناته. الغاية إن نفهم القرآن وبتأخذي حسنات يا ست. الله يرضى عليك. هذا يا ست شهر القرآن، لازم تحترم القرآن يا ماسة. عارف يا ماسة إنه هذا الشهر نزل فيه القرآن، الحسنات بتكون مضاعفة بالقرآن. سامعة؟ يعني يا ست الأجزاء اللي قرأتهم ما عندهم حسنات؟ يعني على الفاضي قرأت وتعبت حالي؟ إذا كان بتقرأ بسرعة أكيد إنك ما بتأخذ حسنات. ارجعي ماسة اقرأ من أول جديد، نفس طريقة سوار بالقراءة من أولها. سوار شو هي طريقة القراءة؟ كيف بتقرأ القرآن؟ بدك تختم القرآن بسرعة في طريقة كتير سهلة، إنك تقرأي بعد صلاة أربع صفحات، بعد كل فرد صلاة اقرأي أربع صفحات، وإذا حابة تختمي مرتين اقرأي ثمان صفحات بعد كل صلاة. هيك بتختمي القرآن مرتين بدون سرعة وفهم وتدبر الآية. والله طريقة روعة وجميلة يا سوارة، والله حلوة طريقتك، أحسنت يا سوارة، الله يهديك. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا. يا رب نور حياتنا بنور حروف القرآن، ولا تحرمنا من شفاعة القرآن لنا. اللهم آمين.